السلام عليكم. دلوقتي هنشوف ازاي اخد الموديل من الريفت ووديه للانريل. طيب اول حاجه اعملها هدخل في 3D، اتاكد ان هو ده الحاجه اللي انا عايزها، مفيش حاجه مخفيه، مفيش حاجه ظاهره انا مش عايزها. وبعد كده هقول له فايل واروح مسيفها ك FBX. FBX بيتنقل بالخامات من قلب الريفت للانريل، بياخد الخامات معاه، فده بيسهل عليا الشغل وسهل جدا تعدل الرامات، تعدل الخامات في قلب برنامج الانريل. طيب هقول له بقى اكسبورت اف بي اكس، والاف بي اكس تقدر تفتحه برضو على ال 3 دي ماكس لو انت عايز تعدل اي حاجه. فبيقول لك حدد الحاجه اللي انت عايز تصدرها، خلينا نصدرها على دي اف بي اكس. النيمينج ممكن تخليها اوتوماتيك وقول له سيف، هيبدأ هو بقى يصدر. طيب هفتح انا الانريل، انا ممكن اختار مشروع من المشاريع او اقول له نيو بروجكت وابدأ اختار اي حتة كده احط فيها المشروع بتاعي. طيب خلينا نختار حاجة فاضية خالص واقول له كرييت بروجكت، هو بيقول لي ده المشروع ده هيبقى موجود فين، ممكن تسيبه مثلا على دي لو عايز. ممكن اقول له نفس 3D، اعمل فولدر اسميه انريل، فولدر واقول له كريت بروجكت. فبيبدا يفتح لي ايبك جيمز. طيب هبدا الغي الحاجات اللي انا مش عايزها، أقولكم مثلا الحاجات ديت. وبعد كده من فايل هقول له انا عايز اعمل امبورت انتو ليفل، واختار الملف الاف بي اكس بتاعي اهوت اوبن. بيقول لي هتبقى موجودة من ضمن حاجات ستارت كونتنت، هقول له اوكي. بيقول لي الاوبشن اللي موجوده امبورت از دايناميك، لا الشكل المشي هيبقى عامل ازاي، فيرتيكال سكتشر. تمام هقول له امبورت بالاعدادات الافتراضيه العاديه. طيب دي الرساله خلاص. تمام اهوت الموديل اهوت. طيب انا هبدا اتحرك بكره في النص عشان اخرج بالشكل اهوت. لو انت عايز تتحرك من خلال ال W وال A وال S دي دوس ترايك كليك وابدا اتحرك زي ما انت عايز بالشكل دوت. هو كده المبنى موجود، ناقص بس ان احنا نبدا نحط الماتيريال. لو دوست هنا هيبدأ يجيب لك بقى الماتيريال الموجودة، فتقدر تختار الحاجة اللي انت عايزها. وليكن مثلا الماتيريال دي، تقدر تشوف ايه الماتيريال اللي انت محتاجها. وليكن مثلا انت عايز الماتيريال دي تحطها هنا مثلا في الأرض اللي هنا، يقول لك عايز تعمل بيلت لللايت او للمشهد كله، فتقول بعمل بيلت. ممكن نعمل سيلكت بقى مثلا للعناصر ديت، عايز تحط لهم ماتيريال، فتبدا تشوف الماتيريال اللي انت عايزها. ولكم مثلا ديت تبدا تسحبها على الماتيريال element ID بالشكل دوت، فيبدا ياخد الماتيريال. انت تبدا تشوف بقى الماتيريال المناسبه، وتقدر تعمل امبورت الماتيريال، وتقدر تعمل ماتيريال جديده زي ما انت عايز. مثلا ممكن السقف مثلا اهوت، هقول له انا عايز السقف ده مثلا يكون وود،
الرسالة دي ملهاش علاقة بالأنريل، ده برنامج تاني كنت بسطبه. ادوس هنا كده اهو، طيب تعالى ندخل جوه المبنى، تلاقي ان هو مظلم جدا، فمحتاج بقى ان انت تركب الانارات اللي انت عايزها. ممكن بقى تشوف الكشافات كلها لايتنج اهيت، تبدأ بقى تحط مثلا سبوت لايت، تسحب وتحط، تشوف بقى انت عايز تحطها فين بالظبط. ممكن اهو وهنا المكان ده برضو محتاج لايت. طبعا هنحط برضو سكاي لايت للمكان ككل، وهنحط برضو البوينت لايت مثلا. تبدأ تحط الإنارات اللي انت عايزها في المكان. طبعا في بعض الحاجات من الشبابيك هنبدأ نخليها واجهة زجاج. ده الشمس اهيت، مش هتفرق تحطها في اي مكان، هي كده كده بتاخد بس الاتجاه اللي انت عايزه. تبدأ تتحكم في الدرجة بتاعت الديل الشمس اهيت، السورس انجل هي دي تفرق برضو معانا، انما المكان بتاعها ما بيفرقش. رايت كليك وابدا اسحب لحد ما توصل للمكان اللي انت عايز تشوفه. مثلا عايز تحط ماتيريال دوت، تعمل عليه سيلكت. اي مكان عايز تعمل عليه سيلكت هتلاقي هنا الماتيريال، تسحب عليه الماتيريال اللي انت عايزه اهوت. تقول له مثلا ايه الماتيريال المناسبه هنا، وليكن مثلا ديت. ممكن ده مثلا تبدأ تدوس عليه هنا، تقول له مثلا عايز يبقى فيه عشب كده موجود، فيبدأ يتوحى لك بشكل عشب. طيب احنا عايزين نعرف الحتة دي انها جلاسس، فممكن تعمل سيرش كده على زجاج. ممكن تيجي تقول له انا عايز اشوف الماتيريال بس، يبدأ يجيب كل الماتيريال. خليني أجي هنا أقول له أنا عايز أظهر العناصر اللي هنا دي كلها، تغيير كلمة جلاسس أهيت. هل في هنا أي ماتيريال للزجاج؟ أهيت. طيب أبدأ أعمل سيلكت على الزجاج دوت أهو، وده طبعا لما أعمله هيدخل نور بشكل كويس في قلب المبنى من جوه اهوت. هيدخل نوع من انواع الاناره زي ما انت شايف بقى، في ان انت شايف المبنى من بره جوه. طبعا تقدر تعمل سيلكت على العنصر دوت الحوايط، وتبدا تديها الماتيريال اللي انت عايزه، اي ماتيريال خاصه بال وول مثلا، وليكن مثلا الوول دوت. وتقدر طبعا تدخل هنا تعدل في مقاس الخشب لو انت حاسس ان هو كبير او صغير، هتلاقي تكسر الكونكريت، كان عايز سيلكت، وتبدا تعدل مثلا تخلي ده مثلا 5 وده 5، تقول له سيف. تعمل ابديت دلوقتي للماتيريال. كلوز. هتلاقي الماتيريال اتعدلت. هو دلوقتي بيعمل اوتو سيف. ندوس رايت كليك ونخرج، نبدأ بقى نشوف كل العناصر اللي هنا، ايه الماتيريال اللي مناسب ليها.
ونبدأ نوزع الماتيريال. هنا ده العنصر، تبدأ تشوف ايه الماتيريال المناسب ليها، وليكن مثلا جلاسس. تبدأ تشوف بقى الأماكن التانية ايه الحاجات المناسبة ليها، زي ديت مثلا، عايز مثلا تديها الماتيريال ديت معايا بشكل أفضل.